السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادتنا لهذا اليوم هي سي بروجرام بروجرامينج لانجويج. راح نشرح أساسيات هذه اللغة أو ما أنا أسميه الليفل زيرو لهذه اللغة. أوكي، نتعرف على هذه اللغة قبل ما ندخل لهذه اللغة. ليش إحنا نتوجه أن ندرس لغة سي بلس بلس؟ رب سائل يعني يسأل يقول هذه اللغة قديمة وما حد يستخدمها بعد، وأكو لغات حديثة مستخدمة ممكن يتوجه لها. أوكي، مثل الجافا أعلى من عندها ولها استخداماتها، وأكو بعض اللغات الأخرى بايثون آر غيرها من اللغات اللي موجودة. الجواب، بعض اللغات اللي موجودة أدنى قسم من أدها اضمحلت، جت فترة تم استخدامها اضمحلت، بعدين قل استخدامها انتهت، وأكو لغات لا بعدها باقية. مثل اللغات اللي اضمحلت أدنى مثل لغة البيسك بعد ما حد يستخدمها، لغة الفورتران مثلا ما حد يستخدمها، بعد كثير من اللغات. بالنسبة للغة السي أو السي بلس بلس، هل اضمحلت هذه اللغة أم لا؟ لا، سي بلس بلس بقت لغة مستخدمة لحد الآن. ليش؟ أولا أنه هي لغة مشهورة جدا سي بلس بلس. السبب قلنا ليش ما اضمحلت، سي بلس بلس is across platform language that can be used to create higher performance application. يعني ممكن تولد لنا برامج بالhigher performance بكفاءة عالية جدا، ولحد الآن تستخدم هذه اللغة. C++ gives programmers a high level of control over system resources and memory. هذه ميزة مهمة جدا موجودة بالC++، انه تسمح للبروغرامر انه يسيطر بشكل عالي بليفل عالي. شنو معنى high level of control over system resources and memory؟ يعني عند القابلية والحرية القصوى بالوصول المن للهاردوير resources، الهاردوير اللي موجودة عندنا ككارت الشاشة مثلا جي بي يو ممكن تبرمجه تدخل عليها بكود معين، الميموري كذلك، حتى الريجسترز اللي موجودة بالسي بي يو. فهذه ميزة قد تنفرد بها لغة السي او السي بلس بلس بهذه الميزة، مفهوم؟ يعني هذه ميزة مهمة اللي لحد الان كلغات البرمجة اللي اجت زين تنفرد، قد لها علاقة وتقدر تتعامل، لكن مو مثل تعامل السي بلس بلس. اوكي، يعني تصير بيها ذاك الهاي ليفل اوف كنترول، يعني فد مرحلة متقدمة من ومستوى عالي من السيطرة، اي بمعنى حرية اكبر، وصول اسرع، تعامل اكثر مرونة مع الهاردوير. ماشي، اللي مثل الميموري، الريسورسز، الريجسترز، ايضا للسي بي يو. ايضا بعد شنو هي؟ يقول can be found in today's operating system graphical user interface، يعني الواجهات وغيرها اللي موجودة بالأنظمة التشغيل هي مصممة بلغة C++ and embedded system، والأنظمة المضمنة. يعني أنظمة مضمنة لها أمثلة كثيرة مثل المكيفات، الغسالات، الأجهزة الكهربائية الحديثة، هذه تستخدم بلغة C أو C++ أو ما يسمى أيضا بالإمبيدد سي، نفس الشيء تقريبا. كذلك يعني الأنظمة اللي موجودة مثل أمثال الأردوينو، هاي الكارتات اللي موجودة أردوينو ريسبري باي ممكن أنه تشتغل، وخصوصا الأردوينو يعني يشتغل على سي بلس بلس. ماشي، السبب الآخر أيضا تعتبر أيضا أن أوبجكت أورينتد بروغرامينج لانجويج، تعتبر أوبجكت أورينتد بروغرامينج لانجويج اللي ممكن أنه تفيدنا بعملية الريوز للبروغرام. يعني هاي شغلات software engineering تسهل علينا استخدامات البرمجية، تقلل كتابة البروجرام عن طريق الأوبجكت أورينتد، عن طريق يعني كتابة الكلاس، الفانكشنز كلاس إلى آخره، وتفاصيل الأوبجكت أورينتد. بعد من ميزاتها is close to C sharp، هاللغات الأحدث معد أن جاب بالحقيقة هن اصلا ذني انطلقا من السي سي جا سي شارب والجافا،
انطلقا من السي بلس، يعني اعتمدا على السي بلس بلس بتصميم، يعني اللي سوى السي شارب هو طور السي بلس بلس والجافا. وكذلك ايضا حتى كثير من الاوبريتنج سيستم تكتب بالسي بلس بلس، كثير من اللغات ايضا مثلا البايثون، لو ترجع للبايثون من طرق يعني مسوين مطورين هاي اللغه عن طريق السي بلس بلس. فالسي بلس بلس بالنسبه للبروجرامر كلش مهمه، جد جد مهمه انه يتعلمها حتى افرض مستقبله انه يقدر يبني نظام تشغيل، يقدر يولد، يسوي لغه جديده خاص بي. ستقول انا اسوي لغه، ليش اسوي لغه؟ طبعا مثلا امثال لغه الجافا سووها اللغه مطلاب، يعني مو ناس كانوا طلاب يشتغلون بالبرمجه وبيناتهم قعدوا في جروب معين وبداوا يطورون صارت هاي اللغه. ماشي، يعني تخيل انه هذا واحد عمره 70 سنه 80 سنه سوى لغه الجافا، طلاب هم باعمار بعدها شابه. هذن الامور اللي طرقنا لها الاهميه، لان كل شيء انت تريد تدرسه لازم تعرف اهميته. ماشي، فهذه طرحنا الاهميه بعده نقاط. الريفرنس اللي راح نعتمد عليه، طبعا عندك كثير من المواقع تتكلم عن كثير اللغات، عندنا موقع راح نستخدمه، شفته انا سهل يعني، ممكن لو تستخدم غيره انت براحتك، اللي هو w3schools.com، تلقى به كثير من اللغات البرمجية، مثالها السي او السي بلس بلس اللي موجود. يعني اقول سي وسي بلس بلس باعتبار اكو تقارب كثير بين هاللغتين. زين، طبعا السي كانت الفرق، يعني بعض السي عن السي بلس بلس بعض الفروقات القليلة، واختلاف السي بلس بلس عن السي انه هي اوبجكت اورينتد، ذيك ما كانت اوبجكت اورينتد. اوكي، نلاحظ هنا هذا الموقع W3Schools، هذا موقع مفيد جدا، راح نتعلم شلون نقدر نستفاد من عدة الموقع، ويا ريت انه الكل يستفاد انه يقدر يرجع علما الى المواقع الالكترونيه. ليش؟ سؤال ليش ترجع؟ لان انت ما مطلوب عندك تحفظ السنتكس مع الفانكشن معينه، وتريد تطبع داله البرنت طباعه، داله الفور مثلا او داله الاف، ترجع للموقع، تواصل على الموقع يفيدك، تقدر تدخل مثلا تريد تعرف الاوبريتورز، تجي تخيط على الموقع يقول لك الاوبريتر اللي يساوي، زين مثلا في حاله تستخدم الكونديشن اللي يساوي كنت تخليه بهالشكل، لا يساوي بهالشكل، اكبر هالشكل اصغر، وهكذا بهاي الاوبريتر. تريد تروح على الاوتبوت مثلا، داله الاوتبوت هنا تضغط عليها راح تروح للفانكشن، تلقى داله الاوتبوت هذه شلون تكتبها، السي اوت سهمين بهالشكل، وبين قوسين تكتب الشيء اللي تريده وينتهي فاز مقطوعه، هاي داله الاوتبوت اللي مثلا طباعه التكست معين. فهذه هي الموقع راح يفيدنا بهالشكل. طبعا من فوائد الموقع انه مو فقط يدرس سي بلس بلس، وتلاحظ تقريبا مغطي كثير من اللغات، لو لاحظ بايثون، جافا، سي بلس بلس، سي شارب، لان اللغات اللي ممكن انه يشرحهم، بالاضافه الى بعض الدروس التعليم، ارتفيشال انتليجنس، ماشين ليرنينج، داتا ساينس الى اخره، من الامور اللي ممكن انه يستفاد معدى البروجرامر والباحث بنفس الوقت. فموقع مفيد جدا، ممكن انه تستفادون معدى، فراح يكون الريفرنس اللي احنا نعتمد عليه.